السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وتغطي على الهواء مباشره من مهرجان الطفل الدولي، عفوا الطفل العراقي الدولي، بمشاركه 14 دوله و65 غرفه موجوده هنا مشاركه بنشاطات هذا المعرض. وايضا لا يفوتنا انه كل عام وكل مشاهدينا وكل الامه العربيه والامه الاسلاميه بالف خير بمناسبه عيد الاضحى. ان شاء الله عيد سعيد على كل عوائلنا وعلى كل امه محمد. مبدئيا احنا متواصلين وياكم بهذا المعرض لليوم السادس على التوالي من اجل تغطيه نشاطات المهرجان الدولي، ومن الجميل ايضا انه نشوف هيش مهرجانات تخص اطفالنا بالعراق وبشكل دوري بمشاركه واسعه من قبل بعض البلدان المجاوره وبلدان العالم. لنكمل الحديث، تفضل يا صديقي. كل عام وانت بخير. وانت بخير. الله يسلمكم ويخليكم. والله ماشي الحمد لله. اجواء العيد بهذا المعرض. الله كل عام وانتم بخير عليكم وعلى العراقيين جميعا. زين اليوم بدنا نتحدث بهذا الحجم، بهذا العدد من المشاركه، عدد الدول اكثر من 12 دوله وبالتحديد تقريبا 14 دوله سواء على صعيد الدول العربيه والبلدان. نعم، هاي تعدد الثقافات فشيء مهم، يعني خاصه اذا كان الطفل من هسه تعلمه يعني انه ثقافة الغير، بالإضافة أنه ذا هم يعني أغلب المشاركين هسه أنا من جولت هي ثقافات عربية إسلامية بنفس الوقت تحافظ على بالضبط ثقافتنا وتقاليدنا، بالإضافة أكو بعض المشاركات من الدول الأجنبية، بس بشكل عام هنا أشوف أنه هي الدول العربية والإسلامية أكثر شيء، وهو هذا الشيء المهم بالنسبة لنا إذا نريد أن إحنا نشوف نثقف أولادنا على مبادئ الدين الاسلامي بالضبط. طيب على مستوى الاطفال اللي اجوا هنا، العوائل اللي اجت هنا، اريدك تسولف لي عن انطباع واحساس الاطفال اللي زاروا هذا. والله انا اشوف ما شاء الله الاطفال فرحين ومتونسين بهذا الشيء، بالاضافه انه اكو جو العيد اللي عايشيه هسه هنا لهم عيد ثاني يعني اعتبر لهم. يعني فد اجواء جديده حلوه، يبتعدون عن شغلات اظن الالكترونيات ما الالكترونيات، فشوف هنا يعني شغلات حتى شفت العاب ثقافيه مسليه، بالاضافه لهذا انه فكر بنفس الوقت، يعني اكو شغلات موجوده من خلال هي الكترونيه بس بها افكار، مثلا الفي ار الموجود هنا هسه حاليا موجود في ار كربلاء ولا غيره، يعني اكو شغلات حلوه. على مستوى مشاركتكم اليوم انتم كمؤسسه الهدى لثقافه الناشئين الاصدارات، حدثنا عن نشاطكم هنا، عن غرفتكم شنو موجود؟ والله هي الغرفة حاليا هي عبارة عن ربط ما بين الماضي والحاضر، اللي هي غرفة العلماء، بوث العلماء. عدة شخصيات اختاروا موجودة، شخصيات تاريخية، عباس بن فرناس، أبو الأسود الدؤلي، اللي يجي الموجود يعني إن كانت العائلة أو الطفل نقول له انه هذا مثلا في ذلك الوقت بالاضافه اي كان دوره، بالاضافه للاختصاص الموجود انه مثلا ابن الهيثم هو خريج البصريات او البحث اللي الكاميرا، نحاول ان اي بالضبط يعني مثلا الكاميرا باعتباره هو الطفل يعرف شنو الكاميرا، فنقول له هو هذا اول من اكتشف الكاميرا شويه، يعني راح توضح انه قبل مئات السنين هو بدت هاي الامور، فيعني من هاي المشاركه الثانيه لكم بما انه الدورة الثانية، الدورة الأولى شلون كان؟ والله نفس الحالة يعني هي هم نفس الفكرة. ارتقاء يعني؟ اي بالاضافة هسه اضافوا انه شو اسمه جابوا التلسكوب، يعني هسه احنا العام ما كان اكو تلسكوب، هسه انا خلينا تلسكوب تصير فد فقرة يعني بالليل، يعني المغربية مو نقول بالليل، يطلعون التلسكوب هي تكملة هاي الإضافة الجديدة اللي صارت عن العام. الله يسلمكم. شكرا جزيلا صديق، شكرا جزيلا. نعم تفضلي يا نسيت. السلام عليكم، عيد مبارك، كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة. خير الصحة والسلامة إن شاء الله يا ربي، نتمنى لكم التوفيق. على النشاطات المعرض اليوم. والله المعرض والنشاطات جدا رائعة والأفكار كلش حلوة، التنظيم والتنسيق جدا رائع. واحنا يعني هاي مشاركتنا الثانيه بالمهرجان، يعني كان المهرجان الطفل الاول والثاني، احنا هاي المشاركه الثانيه. اي او يعني السنه احسن من العام، والعام فد شيء فكره كلش حلو من خلال التنظيم والتنسيق، يعني فد شيء كلش حلو، والموضوع ده يكبر وده يتطور اكثر، وان شاء الله بالسنين القادمه يصير بعد احلى.
اليوم يعني هذا اللي نتأمله احنا. هو الحقيقة شيء يعني يسعدنا احنا اليوم كمواطنين عراقيين انه نشوف هيج دول حاضرة من اجل الطفل العراقي، هيج ناس القائمين على الموضوع، ويكون مهرجان خاص بالطفل العراقي. هي هاي وحد هالفكرة يعني فشي كلش عظيم، وتنطي حقوق الطفل يعني بظل الأشياء اللي دا تصير، التعنيف اللي دا يصير للطفل، هاي الأمور كلها اللي دا تصير، التحرش، فهذا كله هذا توعية للأهالي، توعية للناس أنه الطفل لا لازم يأخذ استحقاقه، لازم يحس بحقوقه يعني، وإن شاء الله فهذا شيء كلش كلش مرتب وكلش حلو. اليوم غرفتكم ونشاطكم وش تحتوي؟ احنا أنا مدربة مال أطفال توحد وبطء التعلم، فإحنا نهتم بهذا. هو الحلو بهذا المهرجان شامل لكل شيء، شامل أنه الأطفال اللي عنده مشاكل، الأطفال الاعتياديين، المراهقين، يعني دي يشمل دي يأخذ فد منحنى كلش حلو وواضح إن شاء الله يا ربي. دول الأطفال اللي تحدثت عنهم التوحد وغير، يعني موضوع خطر هذا وصعب ربما خصوصا بالوقت الحالي بظل التطور التكنولوجي الحاصل وغيره، ممكن هواي عندنا هيك حالات. صح، هذا الموضوع بتزايد كلش كلش كبير، اللي هو التوحد، البطء التعلم، الاضطراب بالتواصل بسبب الايباد والتليفونات وهاي الامور. فاحنا هذا هنا جانبنا ودورنا انه احنا هنا نوعي العالم انه لا احنا اكو هيجي اشياء عندنا، اكو هيجي هذا يعني بس في سبيل انه الابتعاد عن التليفون وعن الشاشات، انه ممكن نوفر لهم وسائل مال انتباه مال تركيز، كله في سبيل انه الابتعاد عن التليفون والتقليل من مخاطر هذا الموضوع. تسلم تسلم، شرفنا ان شاء الله. شكرا. انا الحقيقه يعني اشد على دوركم وعلى جهودكم اللي بتبذلوها هنا من اجل تثقيف الطفل وتثقيف العائله بهذا الموضوع. لكن اليوم يمكن مروا عليكم العديد من العوائل، ممكن كل واحد حسب مستواه وثقافته العلميه، الناس جاي تستجيب لهذا الموضوع، يعني ما اخذته بعين الاعتبار بالضبط. يعني احنا اصلا يعني ده ننصدم من انه العالم الوعي اللي عندها والانه التفكير والطفل والاهتمام، يعني الحمد لله يا ربي. ان شاء الله بالسنين القادمه لا حيصير في التغيير، فطفره نوعيه ان شاء الله. اهلا وسهلا، هلا ومرحبا. هلا. نعم مشاهدي الكرام، متواصلين وياكم، وايضا من الجميل انه نشوف هذا التنوع اللي موجود هنا بالمهرجان وبمعرض بغداد اللي قام هنا، انه كل ما يحتاج الطفل هنا موجود من مواضيع التوحد او العلاج او كيفيه التعلم وما شابه ذلك. تفضل لنا استاذ هنا. السلام عليكم وكل عام وانتم بخير. وعليكم السلام، كل عام وانتم بخير، اسعد الله ايامكم. وايامك ان شاء الله. الله يخليكم. الأشياء اللي شفتها هنا، المهرجان، انطباعكم على المهرجان، مدى نجاح المهرجان. الحمد لله هذا المهرجان مهرجان حيوية، وفي أنشطة وفي شركات المنوعة، ونحن شاركنا باسم مركز الرضوان من جمهورية الإسلامية الإيرانية، ومجال عملنا إنتاجات الثقافية من ضمنها قرطاسيات للأطفال وأيضا ألعاب وما يشابه هذا الإنتاجات. أتمنى لك التوفيق. الله يخليك، الله يحفظك إن شاء الله. نعم مشاهدينا الكرام، وبالتالي أيضا أنه هذا المهرجان يوم بدورته الثانية، سابقا بالعام الماضي صارت دورة الأولى، اليوم اختاروا القائمين أنه يكون له دورة ثانية، وممكن بالأيام المقبلة السنوات المقبلة ثالثة ورابعة، باعتبار أنه هذا المهرجان مؤثر وذات عوامل إيجابية للطفل العراقي والعائلة العراقية، خصوصا أنه عوائلنا ما شاء الله اللي جاي نشوفهم هنا مستوعبين الموضوع، متقبلين الفكرة بشكل كبير، خصوصا أنه هذه الدورة يعني صادفت أنه تتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك، وبالتالي اليوم أيضا يعتبر هذا المكان فد مكان أنه تلجأ إلى العائلة تغير بيه جو، باعتبار أنه هم يجون يغيرون جو وهم يشوفون أطفالهم هنا ويشوفون أشياء اللي تخص أطفالهم. شلونك حبيبي؟ الله يحفظكم. أهلا وسهلا. طالع العيد. الله يحفظكم. الله والديك. حلوة البيون كيف هذا الأشياء المنظم اليوم؟ اي نعم، احنا يعني ضمن بوث غرفة العلماء. نعم. اللي اعتقد شفتوا عنه يعني شفتوا هذا بوث العلماء، بداية عفوا قناة الايام جدا نشكركم وكل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله تحقيق الاماني وللشعب العراقي، وان شاء الله من نجاح الى نجاح. البوث الخاص بنا هو غرفة العلماء، بمجموعة من صور العلماء اللي اثارهم لحد الان موجودة واللي يعني انجازاتهم لحد الان باقية. اليوم
هاي الاعداد اللي جاي تجي هنا تقريبا الوقت اللي تقدر تقول عليه الذروه اللي تصير هنا بيش ساعه تقريبا؟ من الساعه 4 لحد الساعه 8. 8 حزون؟ لا احنا الساعه 10 نعزل. احنا من 10 ل 10. اجواء العيد والناس عيد يعني بدات تجي العوائل هنا هون؟ نعم، هي بينت كانت بالبدايه الصبح شويه قليله، طبعا الناس مشغوله بصلاه العيد هاي الامور، بعدها شويه شويه بداوا يتوافدون الناس، وصراحه هو المكان مناسب يعني للاعياد يحتفلون مع الاطفال الموجودين. اتمنى لك عيد سعيد. الله يحفظكم. وهالاناقه هاي تخبل عليه. الله يسعدك. شكرا جزيلا صديق. نعم مشاهدي الكرام، احنا متواصلين وياكم ايضا بهذا المعرض اللي خاص بالطفل، وبالتالي احب انه انوه على موضوع مهم، خصوصا هاي الفتره الاخيره بدا العراق يعني يعود للواجهه للبلدان العربيه، بدا انه يكون بوصله لجميع اللي الدول العربيه والدول الاجنبيه وغيرها، من ناحيه الاستثمار، من ناحيه انه النجاحات اللي جالت تحقق هنا بالعراق، خصوصا على المستوى الرياضي، على المستوى السياسي، وعلى المستوى العلاقات الدوليه وما شابه ذلك. بالتالي احنا اليوم العديد من المهرجانات جاي يحتضنها العراق، العديد من الانشطه الدوليه جاي يحتضنها العراق وبالخصوص بغداد، وهذا الشيء مفرح وندل على شيء يدل على انه نهوض العراق ونهضة حقيقية، ممكن أنه نجني ثمارها وبدينا نجني ثمارها بهاي السنوات الأخيرة، ممكن تزيد خلال السنوات المقبلة. احنا متواصلين وياكم من مهرجان معرض بغداد الدولي، لكن ناخذ فاصل وراجع. نعم مشاهدي الكرام، رجعنا وياكم من بعد الفاصل، والآن مع سماحة الشيخ محمد البيضاني رئيس مؤسسة الهدى ومدير عام لقناة الشهاب. شيخنا السلام عليكم. وعليكم وكل عام وانتم بخير. وانت كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. هذا المهرجان في الواقع هو المهرجان الثاني بعد نجاح المهرجان الأول، مما شجعنا على الاستمرار في إقامة هكذا مهرجان، وإن شاء الله سوف يكون هذا المهرجان مهرجانا سنويا كل سنة إن شاء الله بشكل دوري في هذه الأيام يكون إن شاء الله. وكو اقتراحات أن يحول إلى الفترة الربيعية، يعني اقتراحات من وزارة التربية أن يحول إلى الفترة الربيعية حتى أكبر عدد من الطلاب يشتركون في هذا المهرجان. وإن شاء الله ندرس هذه باعتبار عطلة والأجواء يعني جيدة لطيفة، وإن شاء الله تعالى احنا ندرس هذا المشروع، وسوف يكون لنا شراكة مع وزارة الشباب وزارة التربية والتعليم وبروتوكول تعاون إن شاء الله تعالى لإقامة مهرجان أكبر من هذا المهرجان. أكو شركات أخرى ومؤسسات أخرى مهتمة بشؤون الطفل، كذلك يعني أبدت استعدادها للمشاركة معنا في توسعة هذا المهرجان وإقامته في أكثر من محافظة. هنالك طلبات لدينا من الموصل والبصرة، وإن شاء الله تعالى على ما أعتقد في الشهر 11 ممكن أن يكون في البصرة هذا المهرجان. شيخ يعني أنا شفت ممكن عدد الدول اللي مشاركة هنا تقريبا 14 دولة بهم عربية بين أجنبية أستراليا وكندا وغيرها. الدورة الأولى إشقد كانت عدد المشاركة الدولية وصولا أنه لنجاح الخطوة الأولى أو الدورة الأولى وصولا للمرحلة الثانية؟ في الواقع هذه السنة أكبر المشاركات، أكبر من الدورة الماضية. كان عدد المشاركين في الدورة الماضية 8 من الدول الأجنبية بالإضافة إلى المؤسسات العراقية المهتمة بهذه الشريحة، شريحة الأطفال والناشئة. أما هذه الدورة فازداد العدد أو تضاعف العدد، ونأمل من السنة القادمة إن شاء الله تعالى سوف يكون العدد أكبر بكثير. إحنا شفنا أن هذا المهرجان اختلف عن المهرجان الأول، لأنه عالجنا كثير من الأخطاء ومن الهفوات التي حصلت في ذلك المهرجان، واستعد يعني صار استعداد جيد لإقامة هذا المهرجان الثاني، والحمد لله في بدايته ونحن في بدايته نجح نجاحا مشهودا، كل الأخوة أشادوا بنجاح هذا المهرجان. طبعا هذه التظاهرة الثقافية المعرفية الترفيهية المقصودة هي في الواقع جواب لكل هذه الهجمات المسمومة التي تقودها بلدان العالم الغربي من أجل تفسيدي وتفسيخ
أفكار الأطفال من خلال مواقع الشبكات. أنا للأمانة جايك أنا بهذا السؤال يوم أمس خلال تجولي بالمعرض لقيت أنه فد ألعاب فد كتب فد أشياء تخص بيئتنا الإسلامية، ثقافتنا، عاداتنا، تقاليدنا، حتى الألعاب. ومن الجميل أنه نشوف اليوم أنه ارتقينا بهذا الجانب، خصوصا أنه تعرف الأطفال لازم يتربون على هذا الشيء في ظل التطور التكنولوجي، في ظل مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لأشياء أخرى، وهذا الشيء حقيقة يحسب لكم. الحمد لله أغلب الأخوة الذين اشتركوا في هذا المهرجان التزموا بشروط المهرجان التي قدمت لهم، وهي عدم جلب الأدوات أو الأشياء أو الألعاب الخاصة بالأطفال، ولكن ليس فيها شيء من الإبداع والابتكار وتقوية الذاكرة والذهن. وكثير من المؤسسات الإسلامية التي قدمت يعني نشاطات رائعة جدا رائعة، سواء على المسرح التفاعلي أو على أرض البوث اللي هم يمتلكون الغرف الخاصة بهم، وهنالك مؤسسات قدمت الكثير من الكراسات والكتب والقصص الهادفة، وحتى المؤسسات التي تعنى بالأطفال والناشئة وتقدم ألعابا، كانت الألعاب كلها ألعاب فكرية وألعاب تنموية، تنمية الذهن وتنمية عقلية الطفل وابتكاراته وإبداعاته. فكان المهرجان أشبه ب يعني حلقة واحدة مكتملة، الواحدة تكمل الأخرى. الحمد لله هذا المهرجان مهرجانا مضبوطا، يعني الإيقاع مالته مضبوط، ليس فيه نشاز، ليس فيه مؤسسات ناشزة عن الإيقاع العام لهذا المهرجان. ونسأل الله تعالى أن نوفق لإقامة المهرجان الثالث بإذن الله بشكل أكبر وأوسع وأكثر. بظل التعاون مع وزارة التربية أنه ممكن هاي الكراسات القصص اللي موجودة جاي نشوفها ممكن أنه تكون ضمن المناهج الدراسية حتى إذا مو درس أساسي في الدرس الثانوي، أكو هيك خطوة؟ نعم، مؤسسة الهدى وقناة شهاب الفضائية في الواقع سعت إلى تسهيل العديد من مناهج الدراسة التي تقدم للأطفال في المدرسة من خلال ما تملك من وسائل تعليمية وتوضيحية، باعتبار أننا نعمل على مستوى المرئي. فالأناشيد التي كانت في المنهج قدمت بشكل أناشيد مع دراما، يعني صوت وصورة وإيقاع موسيقي مدروس، بالإضافة إلى بعض المناهج القصص قدمت بشكل حكواتي لتسهيل وتشويق الأطفال لمشاهدة القصة أو مشاهدة الدرس وفهمه واستيعابه والالتصاق به. احنا ساهمنا بصراحة، كان بشكل فردي ما نقدم من تسهيلات ومساهمات للطلاب على كافة الأصعدة، حتى على صعيد التطوع لصبغ المدارس و يعني إصلاح المكسور من الرحلات والسبورات. فقدمنا الشيء الذي هو في الواقع واجب تكليفي علينا، يعني ليست نحن ننتظر موافقة الوزارة أو قبول الوزارة أو رضا الوزارة، إنما شرعيا ومناسبا قدمناه، والحمد لله نسأل الله تعالى أن نمكن على تقديم المزيد. خلي أنه وياك مثل ما نهيت البارحة، أنه للأمانة وللإنصاف بالفترة الأخيرة بالآونة الأخيرة عمامة رسول الله جاي تعمل على جوانب فعلا أنه مو فقط مسائل شرعية ومسائل دينية، أكو يعني هواي مشاريع. إذا ردنا ناخذ على سبيل المثال عتبة الحسينية ومشاريعها وكربلاء والتطور الحاصل على المستوى الاقتصادي، على المستوى التربوي، على المستوى الرياضي، وهذا أنه يحسب حقيقة أنه للناس اللي دائما تتساءل بهذا الموضوع أنه العمامة ايش قدمت، هاي المنجزات، هذا التنوع الفكري، هاي الدعم للمجتمع العراقي بالوقت الحالي، حقيقة أنه جهود جبارة جاي تبذلها عمامة رسول الله. بالواقع العمامة أو الطلبة، الناس الذين يرتدون العمامة ليسوا هم بدعا من الرسل ولا هم يختلفون على المجتمع، وإنما هم طاقات أكملوا أو زينوا هذه الطاقات. بعض الناس اللي تنظر الموضوع سطحي يشوف العمامة أنه بس بمسائل شرعية، زينوا هذه الطاقات بثقافة ووعي فقهي مبني على أسس
إسلامية صحيحة مبنية على مباني الفقهاء، فقهاء الأمة الإسلامية والمراجع العظام. فكان عملهم عمل مدروس، عمل ليس فيه مصلحة شخصية وإنما عمل تكليف شرعي ورسالة إلهية، بخلاف الكثير من الناس الذين ينظرون إلى العمامة على أنها أن المعمم لا يعرف إلا الفقه الحلال والحرام. لا بالعكس، بالعكس، أنا فنان تشكيلي قبل أن أكون معمما، وفنان تشكيلي ليست من السطح الابتداء وإنما أعلى سطح، وخريج فرنسا في هذا الاختصاص، وفي نفس الوقت معمم. أضع هذه الاختصاصات في الطريق الصحيح، يعني سخرت ما أمتلك من طاقات إن صح التعبير مدنية في سكة شرعية صحيحة موظفة توظيفا صحيحا. فكان النتاج الحمد لله نتاجا مباركا. مثلا لدي كثير من المعارض التي كانت تتحدث عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام، ولكن بوسائل حديثة. فالوسيلة الحديثة سواء من القناة التلفزيونية أو الراديو أو المجلة أو القصة أو وكل أو الفرشة الرسم وحتى اللعبة، اللعبة اللي تقدم للأطفال مبنية على أسس صحيحة، صحيحة ليس فيها يعني جانب شخصي محض، وإنما جانب فكري، جانب فيه وعي، فيه تقديم ثقافة تربية صحيحة مبنية على أسس الشريعة الإسلامية. أحمد البضان أتمنى لك التوفيق، إن شاء الله التوفيق بالدورة المقبلة. شكرا جزيلا، شكرا لكم. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي احنا يوم أمس أنا تحدثت بهذا الموضوع أنه عمامة رسول الله مو فقط بتخص المسائل الشرعية والمسائل الدينية، اليوم وايد من المشاريع والعديد من المشاريع اللي تخص تطوير المجتمع العراقي سواء على كافة الجوانب وكافة التخصصات جاي تقدمها اليوم عمامة رسول الله من أجل خدمة المجتمع العراقي والتطور، من أجل دعم وتطور المجتمع العراقي. احنا اليوم لو تحدثنا عن موضوع المهرجان واللي راح نشوف أنه أيضا ممكن الدول المشاركة اللي قلت بها أنه الدول العربية وكذلك دول أجنبية، فنشوف الأخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العام منت بألف خير. وأنتم بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله. من يا دولة؟ مملكة البحرين. معكم مملكة البحرين، نتشرف. عين غطا وعين فراش. وين تعودكم مشعارنا سيفين؟ لا ذاك عماني، ذاك عماني. نعم اليوم ردنا نتحدث عن المشاركة اللي موجودة هنا بمعرض الطفل، مهرجان الطفل بدورته الثانية. الدورة الأولى كنت متواجد؟ لا للأسف، هاي أول مشاركة إلينا في هذا المعرض. أنا قبل ما أبدي أستغل هاي الفرصة وأتقدم باسم آيات التبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونتمنى إن شاء الله كل المسلمين بخير وسلامة إن شاء الله. مشاركتنا هاي الأولى في هذا المهرجان وهي عبارة عن محتوى على شكل مسلسلات ومسرحيات وأفلام قصيرة موجهة للطفل في قالب تربوي هادف. هذه الإنتاجات من شباب بحريني بمجموعات متعددة، جينا في هذا المهرجان نقدمه كمحتوى، نقدمه للعائلة العراقية والطفل العراقي، وإن شاء الله نتمنى يحوز على إعجابهم ويكون ذا فائدة إليهم أيضا. اليوم أردنا نتحدث عن العراق، أنا حكيت يجوز بلسان عراقي أنه إحنا الفترة الأخيرة خصوصا أنه هاي السنوات الأخيرة بدأ العراق تتوجه للبلدان الأخيرة، البلدان المجاورة، بلدان العالم الأخرى. اليوم بما أنه زيارتك هنا ومشاركتك بالمعرض بدورته الثانية، شلون شفت العراق وشلون شفت العائلة العراقية؟ يعني شهادتنا في الشعب العراقي مجروحة، يعني معروف الشعب العراقي بالطيب والكرم والأخلاق العالية. أنا حقيقة الحين صار لي 6 أيام لم أشعر أن في خارج بلدي حقيقة، يعني أقولها بين أهلي وبين إخواني. يعني من ما تروح يقول لك يا هلا حبيبي، فيعني أقول لك يعني شهادتنا في مجروحة، ويعجز اللسان عن يعني وصف هذه الخصال والصفة من الشعب العراقي. إن شاء
شاء الله نشوفك بالدورة الثالثة. نتمنى هذا الشيء حبيبي إن شاء الله الجميع إن شاء الله. أهلا حبيبي حبيبي الله يسعدك. مشاهدينا الكرام احنا بالتالي أيضا فرحين جدا أن نشوف هاي الانطباعات على الشعب العراقي من قبل البلدان الأخرى سواء الأجنبية أو العربية، أنه العراق دائما أبو عزوبية أبو أصيل أبو كرامة وما شابه ذلك. احنا متواصلين وياكم من مهرجان معرض الطفل. وتفضل صديقي، شلونك حبيبي؟ السلام عليكم، شلون اخبارك؟ عليكم السلام، حياك الله. لك مبارك. اهلا وسهلا على الجميع ان شاء الله، اسعد الله ايامكم. نشاطكم شنو اليوم؟ نشاطنا بالمهرجان، احنا مركز ابجد هوز، نشاطنا العاب فكريه وتعليميه. اي يعني سوينا لقاء قبل بيهن، احنا الهدف اللي نقدمه انه احنا نحاول نوفر وسائل بديله عن الموبايل والايباد بهذا الوضع اللي تعرفوه انتم اليوم. اطفالنا اليوم كله على الاجهزه اللوحيه، الايباد، التليفون. نهدف انهم انا مو ضد الموبايل لو الايباد بجوانب ايجابيه، لكن نهدف انه الطفل من يروح للموبايل ويروح للايباد يكون نتيجه اكو اختيارات وهوايه عنده ويختار الموبايل، مو لانه مضطر ما عنده خيار بديل. فاحنا هدفنا انه انا اوفر له وسائل بديله ممتعه ومفيده وبنفس الوقت هو يتعلم من عندها. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم لكن فاصل وراجعي. نعم مشاهدي الكرام رجعنا وياكم، وايضا عيد مبارك وعيد سعيد واضحى مبارك وسعيد باعتبار انه اليوم العوائل بدات انه تجي بهذا المكان بمهرجان معرض الطفل العراقي القائم على ارض معرض بغداد الدولي. حاليا بالوقت الحالي اللي جاي اتحدث فيه انه بدات العوائل تزور المكان وتجي هنا بكثره باعتبار انه يشوفون المهرجان اللي موجود هنا. تفضل صديقي هنا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايامكم كل عام وانتم بخير، اتمنى لكم التوفيق والنجاح دائم. صراحه هذا العيد يعني اشوف انه اجمل من باقي السنوات. ليش؟ اكو فتح طرق، يعني اكو اماكن انفتحت جديده. يعني اعتقد اليوم امس انفتح الشارع مال البيلقواس، ذكرني شو اسمه مال اي هو ساحه الاحتفالات. ساحه الاحتفالات احسنت، انفتحت ابو نواس، انفتحت ابو نواس الجزء الثاني، هواي كورنيش انفتحوا هواي، فصارت الناس تطلع. اكو اماكن يعني كانت اغلب الناس والشباب انه ممنوع تدخل بال مثلا المولات، فقط عوائل. هسه لا الحمد لله. انت تعرف شو اقول يعني اضافه لكلامك انه اقول الفتره الاخيره اكو اشياء حلوه صارت بالعراق بشكل عام، انه من خلال انه البنى التحتيه وتطورها، العلاقات الخارجيه وتحسن الناس، زياره العرب والاجانب واختيارهم العراق كبوصله ل يقدمون للعراق يقولون. والدليل على ذلك اليوم انه المعرض مشاركه 14 دوله، قبلها معرض كتاب العراق، مهرجان العراق كتاب الدولي وما شابه ذلك، هواي من الدول موجودين بدأوا يفتحون العراق. انا اليوم اريد اتحدث عن المعرض صراحه، المعرض مختص هو بالطفل، جانب جدا مهم الطفل، لان الطفل يعني جاي حرب له مو طبيعيه. انا اليوم انتبهت اكثر من البوت، ما بي اي خدش للطفل، بالعكس انه هذا يعلمه ويعزز الثقه بالمستقبل ويعطي قوه وحافز للطفل. وهواي شغلات يعني حتى الملابس اللي جاي اشوفها للاطفال، اكو هنا ملابس للاطفال، ملابس مرتبه. يعني البارحه شفت الطفل جايب ملابس مال لابس تيشيرت طفله، تيشيرت مال الشواذ، لكن عالم إليان كنت واقف اباوع عليهم بدلوا الملابس مالته، حتى والده الطفل ما تعرف انه هذا الملابس. بالتالي انه الطفل يعني له تهديد كلش خطر بالمستقبل، واحنا نتمنى كل هاي المؤسسات كل الجهات انه تعطي اكثر وتفتح اكثر من معرض حتى نحافظ على هذا الطفل. اتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا. ان شاء الله نشوفكم بالدوره الثالثه. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله واتمنى للكادر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام ايضا احنا متواصلين وياكم، وفعلا مثل ما اضاف صديقي هنا العزيز قال انه احنا فعلا كاطفال عراقيين كمجتمع عراقي مستهدف لربما بحرب ناعمه، بحرب مبطنه، من خلال انه بعض الاشياء اللي جاي تدخل انه على مستوى الالعاب والتطبيقات وما شابه ذلك لها خطر ولها تاثير كبير ايضا على الطفل العراقي. السلام عليكم. عليكم السلام. وانت بالف خير، صحه وعافيه، ينعاد عليك بالصحه والعافيه ان شاء الله. ان شاء الله للجميع. مجموعه مدارس افق. نعم.
أول شيء قبل ما أتحدث عن نشاطات مدارس أفق، أول شيء أحب أقدم تهنئة خاصة للمعرض الطفل العراقي الدولي، وأحب أقول لهم كل عام هم بألف خير، ينعاد على كل طفل إن شاء الله عراقي بالصحة والعافية. وأحب يعني أهنيهم على هذا الإبداع اللي سووه خلال هاي الفترة بالمهرجان، من ناحية الثقافة للطفل، من ناحية تقديم الألعاب التثقيفية للطفل، يعني هو أشياء ونشاطات تنمو الطفل للتنمية صحيحة. بالنسبة لمجموعة مدارس أفق الأهلية طبعاً اللي مركزها بالمنصور الأميرات، هدفنا بمشاركة اللي بالمهرجان أولاً لأن من نشاطات مدرستنا دائماً نشارك بمهرجانات خاصة بالطفل ومهرجانات ثقافية أخرى سواء خارج أو داخل المدرسة، فهذا يعتبر نشاط ثقافي للطفل بما أنه إحنا عندنا اهتمام خاص بالطفل من ناحية الورش اللي نقدمها للأطفال، من ناحية القاعات الفنية والرياضية حتى نكتسب الطفل مهارته ونبدي نشتغل عليها وننمي هاي المهارة عند الطفل. فبما أنه عندنا هذا الاهتمام بالطفل فحبينا نشارك بالمهرجان حتى تكون فتشي تعتبر نقطة بحياة الطفل العراقي بهاي المشاركة وخصوصا مدارسنا. شنو الشيء المميز اللي وجدتوه هنا اليوم بالمعرض اللي يخص الطفل وبالإمكان أنه يدخل ضمن مناهجكم الدراسية والتعليمية أو ما شابه ذلك؟ طبعا شفنا هواية مؤسسات هسه موجودة بالمهرجان عندها مناهج خاصة للطفل وخصوصا الأطفال اللي تبدي مرحلة الروضة، بعض الكتب اللي المجموعة الكاملة للعلوم الإنجليزي العربي عندهم فتشي تثقيفي للطفل بحيث يتعلم وينشأ تنشئة صحيحة ويستعد استعداد للأول ابتدائي. يعني هو شفنا يعني مؤسسات عندهم هذا البرنامج يعني لتحفيز الطفل من ناحية كتبهم من ناحية ألعابهم كلها تثقيفية للطفل. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم، السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. انت بألف خير، الله يسلمك تحقيق الأماني إن شاء الله. احنا مشاركة المركز التخصصي التأهيلي بالتعاون مع الجمعية العراقية التوحد في مهرجان الطفل العراقي الدولي الثاني لنشر ثقافة اضطراب التوحد. طبعا تعريف التوحد هو اضطراب نمائي معقد ثلاثي عقل نمائية تطورية يصيب الجهة اليسرى من الدماغ، يفقد تواصل الطفل مع ذويه والمجتمع من نواحي متعددة في المجال الإدراكي. صحيح المجال. بالمجال الإدراكي والمجال الاجتماعي وضعف بالتواصل البصري. طبعا التوحد يصيب الذكور أكثر من الإناث بنسبة 1-4 وأحيانيا ازدادت يعني الإحصائيات نسب التوحد كثير من الأطفال بهم الآن. أكو إحصائية مثلا على نسبة التوحد اللي موجودة حاليا بالعراق أو نسبة معينة؟ والله نسبة 1-4 لحد الآن ذكور أكثر من الإناث. تقريبا النسبة اللي موجودة اللي رازدينها 1-4 ذكور إلى الإناث، 1-4 ذكور الإناث، كل 88 حالة ولادة حالة واحدة توحد. هيك يعني الأولاد أكثر من الإناث. نعم. شنو السبب؟ السبب غير معروف بالتوحد، إنه حالة نفسية لأم الحامل، كذلك التغذية، كذلك إنه التسمم بالرصاص بالزئبق لين المعادن، سبب الوراثه يعني اكو هيك شيء. يعني الاطفال دائما الاولاد شويه حركين حرك يعني نشاطهم اقوى من البنات، يعني يطلعون بالشارع بالمدرسه كذا عندهم اختلاط وعكس البنات اللي موجوده. ليش نسبه الاطفال الاولاد بالتحديد اكثر من التوحد؟ درجاتها مختلفه، توحد شديد، اكو توحد بسيط، اكو توحد متوسط، اكو طيف توحد، اكو تاخر نطق، اكو بطء تعلم، اكو افراط حركي، اكو عدم تركيز وانتباه، يعني عده اشكال له، وكل قسم عندنا له حاله خاصه. احنا مركز التخصص التاهيلي مكاننا بغداد ساحه قحطان مدخل حي القادسيه، الفرع الاول على اليسار مجاور صيدليه دواء الياسمين. طبعا مركزنا مجاز رسميا من وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ووزاره الصحه، تقريبا صار له من عام 2010 ولحد الان المركز موجود. سنويا يتخرجون اطفال من 30-40 طفل، ناهلهم الى الروضات والمدارس، نقيم احتفاليات بنادي الصيد نادي اليرموك الترفيهي. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم، ما شاء الله اليوم المدارس هواي موجودين بكثره. السلام عليكم. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا. ينعاد عليكم بالصحه والسلامه. البهلول البريطانيه الدوليه. اي نعم احنا مدارس البهلول البريطانيه الدوليه، هذه ثاني مشاركه لنا بالمعرض على التوالي. طبعا
هذه بنتك؟ ايه نعم. شلونك؟ شو اسمك؟ قاسم ضياء. قاسم كل عام وانت بخير. وانت بخير. صحة وسلامة. صحة وسلامة. شلون الدراسة؟ الحمد لله زينة. المعرض اليوم شو تحب تحكي لنا؟ اليوم المعرض حلو. المهرجان هو بشكل جميل، كل المشاركين فيه بشكل حلو. ايه الحمد لله استمتعنا بشراكة مدرستنا. شنو اللي عجبك بالمهرجان هنا، اللي لفت انتباهك، شي حبيته هنا؟ اكو شيء يعني متغير عن باقي الدول، انه مثل المعرض مشاركة بالدول كلها، واما بالدول الخارجية ماكو يعني مدارس حضرا عراقية على غير منهج الدول العالمية. زين فعاليات شفتها اللي موجودة بالمهرجان؟ ايه الرسم والالعاب يا كل لعبة حبيتها؟ الرسم. ايه رسام؟ شلون بالرسم؟ لا هو رسمه حلو، رسمه كلش حلو. بدرس الارت عندنا احنا دائما نركز عليهم على انه يكونوا مبدعين اكثر، فهم ما شاء الله كلهم مبدعين. شلونك حبيبي؟ الحمد لله. العام وانت بخير. وانت بألف خير. انت شكلك مال صيدلان ومستقبل طبيب، طبيب اسنان، دكتور، مبين شاطر ومتفوق مو؟ الاسم الكريم محمد. محمد العام وانت بخير. وانت بألف خير. والشعب العراقي بخير. ان شاء الله. والطلبه بخير. ان شاء الله. اولا وين تريد توصل بالمستقبل؟ اصير طيار. اريد طيار؟ ايه. لا انت شكلك مال طبيب، يعني لا تروح طيار. بس انا يعني من انا كنت صغير امنيتي اصير طيار. امنيتك طيار، ان شاء الله تكبر وتكون طيار وتسوي معرض هنا خاص للطيارين. زين. ان شاء الله. بطبيعه المهرجان شلون شفته؟ شنو اللي عجبك هنا؟ كل شيء عجبني. بس انا عجبك، ماكو شيء عجبك، قول بس انا. يلا اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله الدوره الثالثه نشوفكم هنا موجودين. ان شاء الله. شكرا جزيلا. عفوا. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي ايضا من المفرح انه نشوف طلابنا الموجودين هنا، طلبتنا اذا متوسطه او ابتدائيه مشاركين بهذا المهرجان من اجل الاطلاع عن كل الفعاليات الموجوده، كل الانشطه الموجوده بهذا المكان، باعتبار انه اليوم المهرجان هو منهم وإلهم، يخصهم بكافة الجوانب، سواء على الجانب الفني، على الجانب الرياضي، على الجانب السينمائي وما شابه ذلك. وكل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير والصحة وسلامة للجميع يا رب. الله يسلمك. المهرجان الأطفالنا الموجودين هنا مدى تفاعلهم أريد أعرفه. المدى التفاعل نشوف كلش حلو بالإقبال على الأهالي بالنسبة للمدارس أفق، دا يشوفون شغلات حلوه بالنسبه للفيديوهات اللي نعرضها. تمام. ساحات ترفيهيه ايضا، يعني مواد علميه نقدمها اكثر، نشاطات ذهنيه خارج وداخل المدرسه ايضا. راح نحافظ على احنا نضمن انه نحافظ على مستوى الطالب الذهني يعني داخل المدرسه وخارج المدرسه، وايضا يعني نقدم كل ما بوسعنا على مود نحافظ على الجيل المستقبل ان شاء الله. العطاء. امين يا رب. آمين. شكرا. اهلا وسهلا. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي احنا مثل ما شفتوا خلال هاي الفتره راحت وعلى مدار 6 ايام انهم متواصلين بتغطيه فعاليات مهرجان الطفل الدولي العراقي، باعتبار انه كقناه الايام داعمه دائما لنشاطات كافه المجتمع العراقي وعلى جميع الجوانب. وهذا المهرجان يعني يجب انه نرتقي به خلال السنوات المقبله، رغم انه اليوم المشاركات الدولية اللي موجودة 14، لا احنا نطمح وكبلد طموحين وكشعب طموح نطمح انه ان شاء الله بالدورة الثالثة يكون عدد المشاركات اكثر من 20 دولة ومن كافة يعني القارات اللي موجودة السبعة، حتى يكون تبادل هناك فكري، وايضا حتى نعكس وننقل صورتنا وثقافتنا والاشياء اللي تصدر من العراق ننقلها للبلدان الاخرى. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، الى اللقاء.